فيكم ورجعنا لكم وأكيد نكمل معكم مشوارنا وساعتنا الثانية في صباح السعودية. ضيفتنا اليوم تنتمي لعالم الفن والألوان، فامتزاج جمال الرسم بالذوق الرفيع ليكون أجمل اللوحات ببصمة الفنانة التشكيلية عقيلة الصاخن. نقول لك يا أهلا وسهلا فيك، نورتينا. يا أهلا وسهلا فيكم، الله يحفظك. نورتينا عقيلة، صراحة قاعدين نشوف بعض من نماذج فنك، شيء جدا جميل، وأحس كأنك كذا في حياء بالرسمة. طبعا أنت فنانة وعندك نقول جمع الألوان الإبداع وأبدعتي بشكل كبير. طيب عقيلة، أنا ودي أعرف بالنسبة لك، طبعا في مجال كثير من الشباب والبنات موجودين فيه، لكن أنت إيش اللي يميزك عن غيرك؟ طبعا تميز مطلوب في الفن، يعني لابد أن الفنان يشوف له ساحة خاصة فيه يعني يبدع فيها. فأنا قاعدة أتعلم وأتدرب كل يوم أني أحاول أوصل للمستوى هذا، أني تكون عندي بصمة خاصة، يكون عندي إحساس الخاص. حلو، جميل. طب من وين تستلهمين عقيلة اليوم الأفكار، يعني قاعدة تاخذينها من وين، قاعدة تسوين تغذية بصرية لنفسك؟ طبعا الأفكار والإلهام يجي من كل شيء يعني حولنا، وإحنا في بيئتنا، من الواقع، يعني قاعد تستلمين من الواقع، من البيئة اللي احنا فيها، كل هذا يأثر في الفنان، يخلق له أفكار. والحمد لله يعني احنا عندنا بيئة وتراث يعني فيه رموز، فيه ألوان وأشكال فعلا، فهذه الرموز ممكن تلهمنا، ممكن نخلق فيها يعني أشكال منوعة من الإبداع. جميل. قيل بالنسبة لك أنت في أي مدرسة في مدارس الفن التشكيلي؟ أنا طبعا يعني بديت من الصغر، بديت تأسس في اللي هو الألوان الرصاص والفحم، الرسم الواقعي، بعدين تدرجت إلى الرسم التأثيري انطباعي مثل لوحة الطبيعة اللي مشاركة فيها هنا، وكذلك الآن قاعدة أحاول أني أتقارب من التجريد، تجريدي أكثر. أيوة، الفن التجريد. قاعدة أشوف هنا مثلا لوح ثلاثة لوح جميلة جدا بالأبيض والأسود، أنا احترت هل هو عبارة عن نخيل، غابة، أو موج من البحر، هل هو في فكرة معينة ولا؟ جميل. طبعا الفنان لما يجي يرسم يكون عنده فكرة معينة، يكون عنده رسالة، يكون عنده إحساس معين. فجميل لما أنا أرسم شيء والمشاهد يشوفه ويحسه، يعني هذا الشيء جدا جميل، خصوصا في الفن التجريدي، لأن التجريدي هو تجريد الشيء عن الواقع. أيوة، فجميل أن هذا الإحساس قاعد يوصل، وهذا جدا يسعدني. جميل. عقيلة اليوم أنت متخصصة أو متفرغة للفن ولا عندك شيء جانبي؟ والله يا ليت اني اكون متفرغه، يعني شيء الانسان شغوف فيه جميل انه يكون متفرغ فيه، بس انا مو متفرغه حاليا، بس في نفس الوقت معطيه الفن حقي. اي، معطيه وقت وجهد. طيب يعني انا ودي بس تعطين نصيحه لكل شخص عنده شغف بالفن بس يقولك ما عندي وقت، فانت كيف قاعده توفقين بينهم؟ والله يعني ما أخفيك إن الموضوع صعب، يعني التزامات ومسؤوليات، بس طالما الإنسان عنده شغف ومؤمن بهالشغف فلابد إنه يوجد مساحة ووقت حق الشيء هذا. حلو، وقاعد يطور، أهم شيء إنك قاعد تطوري. إيه، إنك كيف تطوري هذا الشغف، كيف تمارسي؟ طبعا التطوير ممكن يكون عدة أشكال، ممكن يكون من الحضور المعارض، التغذية البصرية هذه في المعارض، الاحتكاك مع الفنانين، أخذ خبراتهم. حلو. حضور الدورات، الورش، والحمد لله يعني إحنا في نعمة كبيرة الآن في عهد سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، صارت المجالات الثقافية جدا متوفرة. صح. في كل المجالات، وصار في كوميونيتي، في مجتمع، في مجتمعات. إيه، يعني نقدر ان احنا نلاقي الكوميونتي الخاصه فينا اللي تعزز هالشيء. شكرا. جميل. طيب عقيله، انا ودي اعرف مثلا نقول زي هذه اللوحه، لو تشرحين لنا عنها. طبعا انا اعمالي يعني احب انه تكون مؤثره، تكون الاحساس فيها يوصل للشخص بدون تلميحات، بدون
بدون تفاصيل، بدون تفاصيل، بدون شرح بشكل مباشر. احب انه الاحساس هذا يوصل، يقول لي مثلا شخص انه هذه اللوحه، يعني انا احس كدا هنا كدا في احد كذا رسمه شخصيه. ايوه بالضبط. أيه. بس ما مي باين الشخصيه بالضبط. هذا فن التجريد، هو كذا يكون اوكي حلو، بدون تفاصيل، يعني مو مرسوم وجه ولا شيء، بس تحس انه في شخص سالم جوه هذه الصوره. صحيح. ممتاز. طيب الصور اللي جنبك انا ودي برضو تعطينا كذا بريف عنها. الله. طبعا هذه اللوحات عملتها مجموعه بسيطه، كنت ابغى اجرب نفسي في التعامل مع اللون الاسود والابيض. حلو. لانه التعامل معاه يعني مش سهل، يتطلب مهاره، فالحمد لله يعني وصلت لنتيجه جدا مرضيه. كانها غابه كذا فعلا. إيه. فيها ايحاء بالطبيعه. اي صحيح. في تقنية معينة أنت تستخدمينها عقيلة في رسمك؟ طبعاً التقنيات متعددة، يعني ممكن تكون من نفس الأدوات الفنية، ممكن تكون أدوات خامات برا أنا أجهزها بحيث أني أضعها في اللوحة أو في جزء من اللوحة. ممتاز. طبعاً هذه الصورة أنا أخذتها، ترى حطيتها جنبي الرسمة عفوا، فبرضو أتوقع مكة. فعلاً. طيب اليوم اللوح هذه عقيلة، هل الواحد يقدر يقتنيها منك؟ يعني أنت فاتحة المجال هذا؟ أكيد. يعني بالنسبة لي الفن ما يتوقف عند الفنان، إذا أنا عندي هالموهبة هذه لابد أنها توصل لأشخاص ثانيين يلتمسون فيها شيء، يعني تأثر فيهم، تلهمهم. جميل. اليوم تشاركين في معارض؟ أي. يعني يقدر الواحد. عندي مشاركات من 2016 لين اليوم. ما شاء الله. في معارض ان شاء الله قادمه، وهنا بعد في معارض بالرياض ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طبعا قيل انا ودي اعرف، يعني في مثلا نقول احد الفنانين العالميين تحبين كثير شغله؟ والله في كثير، يعني بالنسبه لي في الفن التعبيري او الانطباعي الفنان مونيه، يعني جميل احساسه في الطبيعه، مره مره ممتع. هذا من احد الفنانين اللي احب شغله يعني. طيب جميل. طيب خليني اخذ منك كذا بشكل سريع، اليوم انت فاتحه باب التدريب، ان لو احد عنده شغف او حاب ممكن انك تدخلين هذا المجال ولا؟ والله هو فعلا حصل لي يعني هذا الشيء، وكنت ادرب فتره يعني مع الناس القريبه مره، وكان ممتع. كيف كان شعورك كنت تدربين؟ يعني كنت فخوره انه هالشيء اللي انا امتلكه قاعدين يستفيدون مني بطريقه حلوه، وقاعد اشوف ادائهم، يعني كانوا صغار، اطفال صغار، بس انه فاجئوني بالانجاز اللي سموه. يعني والحلو بعد قاعدين نشوف في تغيير بطريقه مثلا بالكافيهات او المقاهي البسيطه، يعني يضيفون دروس بالرسم، يعطونا اساسيات حول الرسم، صناعه الفخار. حلوه هذا المزج اللي صار، وكسر روتين الجلسه كي العاديه والسوالف او طولتها على جوالاتنا. يعني فعلا امنه، والشيء الاجمل ان اليوم صار فيه تقدير من قبل القطاع الحكومي والخاص، قاعدين نشوف اعمال الرسامين السعوديين في هذه الاماكن. فبسالك وين تتمني عمل من اعمالك يكون داخل المملكه؟ والله باي مكان، يعني هذا الشيء راح يكون جدا فخر لي، يعني باي بقعه من الوطن انه يكون عملي موجود. حلو. هذا الشيء جدا راح يعني يسعدني. اجل ان شاء الله نشوفه كذا في مطار من المطارات. الله يا رب. ان شاء الله نشوفه. تستاهلين كل خير. فعلا اليوم سعيدين اليوم بتواجد ضيفتنا الفنانه التشكيليه عقيله الساخن، وصراحه استمتعنا معاها في بداياتها وكيف قاعده تمارس شغفها وتطور هذا الشيء وتنقله طبعا للمجتمع اللي يرغب في هذا الفن. استمتعنا معك، شكرا لك. الف شكر. مكملين معكم مشوارنا اكيد في صباح السعوديه، لكن بعد هذا الفاصل.